طيب بالنسبة لمشكلة فرجاني ساسي وهي حديث الساعة، يعني زي ما قلتوا ان القصة كلها كورة وفرجاني هو ده العنوان، يعني هل شايف انه يعني المسألة دي هتوصل لفين؟ والله انا يعني كنت يعني بعتقد يعني انه مع الحالة الجماهيرية والتعاطف الكبير اللي كان في بداية التجديد لفرجاني ساسي، وشفنا ان حتى ناس من الجماهير عايزة تتبرع، وكان يعني كان في حالة تفاعل. طبعا فرجاني من حقه ان هو يبحث عن الجوانب المالية، ولكن في النهاية في موازنة، انت في نادي كبير ارتبطت بيه وارتبطت جماهيريا وحققت معاه انجازات واصبح ليك مكانة معاه، والنادي بيمر الان بفترة صعبة، الموضوع الارتباط المالي ممكن يكون حتى مؤجل، او يمكن يكون في جدولة للطموحات المالية بتاعتك. اعلنوا النهاردة ان هيدوله 600,000 يورو يوم السبت الجاي اللي هم القدام، لان هو قال لازم اخد الاول فلوس القديمة او يوم الحد فلوس القديمة قبل ما نبتدي نتكلم في الجديد. طيب اذا في حسن نوايا في التعامل المادي مع فرجاني ساسي، هو بقى المفروض ان يعني هو وصل للناس في فتره من الفترات، وانا يعني طبعا بنلتقي مع بعض الزملاء والناس من قيادات الزمالك المحترمه، يقول لك لا خلاص، طب ما هو انت احنا دلوقتي مش هنقدر، اذا كنت انت هتغالي في الطلبات الماليه في الفتره الحاليه لا شكرا، في ناس عندنا. وبعدين خاصه انه في الفتره الماضيه ظهر من قطاعات الناشئين، من قطاع الناشئين في نادي الزمالك، ناس لو الجمهور والناس ادوها فرص وصبرت عليها هيقدر يطلع ويثبت اقدامه، وناس وعناصر كويسه جدا. فانت يعني المبلغ الكبير ده اللي هو 2 مليون وشويه ممكن يبقى لو يخصص لأبناء نادي الزمالك هيطلع عناصر كويسة مش هتفيد الزمالك بس، هتفيد المنتخب الوطني. طيب. وهيبقى في منافسة.